بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بالعيد متاجي مباشرة من عمالة سيدي عثمان لدى دار الشباب محمد بن سودة جمع الحمام إلى مسابقة ديال مدينة طاح، واللي غادي تكون آخر مسابقة بالنسبة لاتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي. وكيتواجد معنا هنا أفضل ديال جمعية الحي الحلساني وطونديم أغواش زرمومة اللي غيعطينا شي تصريح ديال واحد المسابقة ديال مدينة ديال طاح. بسم الله الرحمن الرحيم، وكنتمناو الدوزة تلقى مزيان ديال العيون، والحمد لله النظام راه غادي مزيان ديال المكاتب، داكشي غادي مزيان، ونتمناو حظ للجميع. التوفيق للجميع الافضل لاتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي. وكيتواجد معنا هنا عبد الرزاق غني عن التعريف، معروف بجمعيه ديال الحي الحسني واحد ابطال من المنظمين في هذه المسابقه ديال المدينه ديال طاح، في جمعيه ديال وجين جمعيه ديال الحي الحسني. بغى يعطينا شي تصريح ديال حول المسابقه ديال المدينه ديال طاح باختصار. ما عندي ما نقول، اش غادي نقول؟ ادوز حلو زعما. الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع الابطال ديال اتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي. كتواجد معنا حتى هو واحد البطل ديالنا، حتى هو غادي يقول لنا شي رساله. عندك اسم؟ الاسم اسم بدر الدين. بدر الدين جمعية الحي الحسني. بغينا تقول لنا شي توضيحات في هذه المسابقه ديال المدينه ديال طاح. كنتمناو الخير لاي واحد، داكشي اللي بغينا، بغينا كلشي، بغينا الجمعيه هذه تنجح، وبغينا كلشي يفوز وكلشي يفهمش. هذا الاتحاد حتى هو الاتحاد الجزائري، الاتحاد، وتكون شي زاد ان شاء الله الرياضه تزيد لقدام وتزيد وتزادوا جمعيات اخرين. اي جمعيات اخرين، الاتحاد يكون كبير، اكبر اتحاد على المملكه المغربيه ان شاء الله. ان شاء الله توفيق للجميع. اخر كلام ديالك؟ وكنتمنى التوفيق للجميع المشاركين. الله يسخر انت قلت زيد واحد الكلمه. كنتمناو من الاتحاد يوفي بالوعود ديالو والجوائز والحافل داكشي اللي كيقول، والاتحاد ديال داك العام حتى هو نتمناو حتى هو يوفي بالوعود ديالو، راه ما شنا والو. هذاك الشيء اللي كاين، الله يسخر. ما تمحيهاش. كنشكرك الاخ، كنشكرك اهواش، كيتواجد معنا هنا البطل محمد الحرج. شي كلمه حول المسابقه ديال المدينه ديال طاح باختصار. السلام عليكم. اخويا طاح مزيان، اخويا كيبان لي التنظيم مزيان الحمد لله، امور غدا مزيانه، وهذا الشيء راه كيبشر بالخير. ملي كنشوفوا جمعيات متحدين بحال هكا راه شي بادره حسنه هذه الحمد لله. وبالنسبه للجو راه يكون البونفاس بجد ان شاء الله. كنشكرك الاخ محمد الحرش، كيتواجد معنا هنا طونديم اخوان محسن لوفت، اللي غادي يقول لنا شي تصريحات ديالو حول المسابقه ديال المدينه ديال طاح، اللي غادي تكون اخر مسابقه بالنسبه لاتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا في الحقيقه واقيلا لا غادا تكون شويه صعيبه تطلق على ما الارصاد، وكنتمناو التوفيق لكل شيء للجميع المواليه، وان شاء الله تطلق عليها ان شاء الله، التوفيق لكل شيء ان شاء الله. شكرا اخويا بالعين، شكرا على المجهودات ديالك. كنشكركم اخويا بزاف، كنشكركم بزاف. اخ محسن بطل غني عن التعريف، جمعية ديال السلام سيدي عثمان، كنشكركم بزاف. سميح الله يسخر. شي كلمة الإخوان؟ شي كلمة الريحي؟ أهلا. كنت معايا في فيسبوك ياك. الله يسخر بناك، تعطينا شي توضيحات في هذه المسابقة ديال المدينة ديال طاح. واش نقول لك، هذه القضية اللي داروا مزيانة، وكنتمنى تدوز الظروف المطلق في أحسن ظروف، الاتحاد يكون إن شاء الله ناجح. أنا بالي هذا العام غادي على المسار الصحيح، ونتمنى يكون الخير إن شاء الله للجميع. الله يسخر. الله يسخر، تشكركم بزاف. الاخ بوحافه، بوحافه تا هو غني على التعريف، درنا معاه واحد الصريح من ديك الساعه. الله يسخر، الله يسهل، كلامو على صواب. الله يسخر لي في هذه المسابقه ديال المدينه ديال طاح ان شاء الله. هذا الاخ السناوي، الاخ السناوي البطل ديالنا، كنشوفوا البطل ديالنا جينا. الله يسخر، الله يسخر، الله يسخر، الله يسخر. كلمه الكونفويور ديالنا ديال طاح هي الاولى اخويا، اليوم حنا غنمشيو للمدينه في طاح. طاح اكثر من النايض، ضحكنا اخويا ان شاء الله. الكلمه الاخيره كمل، ما جيتيني في حد وقفه اصاحبي، راه ما اسير اسير، جيتيني في حد وقفه ما كاينه اسير. شي كلمه مختصره صافي، نتمناو نمشيو بخير وعلى خير، ونتمناو كاع جميع الجمعيات اللي كلاهم مزيان دخل الحمام بخير، ونتمناو الجو يدوز زوين ديما برنوسي، ولكن الجو راه كاين خايب، ولكن واش انت لاحظ هذا الشيء ديال الميتي ولا والو؟ ان شاء الله ان شاء الله كلشي غادي يدوز بخير وعلى خير، وتشوفوا الاخ البطل ديالنا كي اللي غيقول لنا شي تصريح ديال واحد المسابقه هذه. بطل مفيد. فين
صفر. شنقول لك اخو بالعيد الله يوفق الجميع الشيء اللي كنتمناو. يوفق الجميع الابطال ديال اتحاد جمعيه صدى البيضاء الكبرى والنواحي. بطل كبير الجزائريه. شي كلمه الاخر. التوفيق التوفيق لكاع الموالي هنايا وكاع الجمعيات. جدا وبالخصوص وبالخصوص الجمعيه اللي عزيزه علينا صداقه سيدي البرنوصي. كاع جميع الجمعيات وتحيه لجمعيه البرنوصي هادو كاع ولاد البرنوصي ان شاء الله كنتمنوا التوفيق لجميع المواليه ان شاء الله ديال كازا ان شاء الله دوزت الاف واحد الاجواء ممتازه نتمنوا خير ان شاء الله للجميع الله يسخر الجميع كلمه الاخ حول المتطلبات ديال المدينه ديال طاح مختصر الله يسخر الامور ونتمنوا التوفيق لكل مشارك ان شاء الله ان شاء الله التوفيق كنشكرك اخويا كنشكركم بزاف عبد الكريم الريحي شي كلمه حول المسابقه ديال المدينه ديال طاح اللي غادي تكون اخر مسابقه بالنسبه لاتحاد جمعيه الضال البيضاء الكبرى والنواحي كلمه مختصره كنتمنى تكون هذه المسابقه في المستوى وكل شيء فرح بهذا المستوى بهذه المسابقه ان شاء الله والله يوفق الجميع امين امين يا رب العالمين وكتوجه معنا انا طرح امين عن الجمعيه ديال الحداويه بغيناك تقول لنا شي تعليق حول المسابقه ديال المدينه ديال طاح بسم الله الرحمن الرحيم كما كتلاحظوا حنا كلنا كنتواجدوا دابا في مقر ديال جمعيه بن سوده وكما كتشوفوا الجمعيات كاملين حاضرين هنا من ناحيه التنظيميه راه تبارك الله داكشي غادي مزيان وكنتمنوا ان شاء الله الموالي كلهم يفرحوا بهذا المطلق اللي بقى الاخير والله يسخر الجميع الله يسخر اتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي نشكرك البطل ديالنا الطراح امين غني على التعريف هو البطل ديالنا الريحي عبد الكريم عن جمعيات السلام سلام سيدي عثمان تحيه للجمعيه ديال سيدي عثمان كنشكرك اخويا اخوان ديالنا في جمعيه ديال منتدى التحدي درب السلطان اسم الاخ ناهر ياسين شي كلمه حول المسابقه ديال المدينه ديال طاح واش غادي نقول لك اخا بالعيد الله يسخر الجميع وصافي غادي غدوز قاصحه ولكن نطلبوا من الله توفيق للجميع ان شاء الله من جد وجد ومن زرع حصد اللي وجد شي حجره غادي يلقاها داكشي اللي ما وجدش الزوبه داكشي اللي كاين اسخر زيدو شي كلمه غني على التعريف زيدو معروف شي كلمه حول المسابقه ديال المدينه ديال طاح الله يسخر الجميع الموالي اللي مشاركين في جميع الموالي اللي مشاركين في هذا المطلق الاخر وكنتمنى يكون الراس في الجمعيه ديال التحدي درب السلطان ان شاء الله السلام عليكم كنشكروك معنا انا فريد احمد غني على التعريف بطل في سنوات الثمانينات والتسعينات ويستحق كل احترام والتقدير شي كلمه حول المسابقه ديال المدينه ديال طاح الله يسخر على هو يسخر الجميع وحنا كنحبوا الجميع ونبغيو الخير للجميع هادشي اللي في الظن ديالنا هو هذا ونطلبوا من الله تدوز تلقى زوينه ان شاء الله ويكون الجو زين وهادشي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنشكرك الاخ فريد كيتكلم الوعد والاخ فريد غني على التعريف بطل في السنوات ديال الثمانينات والتسعينات وباقي حاضر معنا وباقي لاعب والله يسخر ليه في هذه المسابقه ديال المدينه ديال طاح اللي غادي تكون اخر مسابقه بالنسبه لاتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي بالاسم ديالي بالعيد منتقي الناطق الرسمي لاتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي نستودعكم الله والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع جمعيه اخرى الى اللقاء.